إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق هذا الشوط بحفظ من الله ورعايته. إذا ننطلق نندفع نتوجه دائما إلى مقدمة الشوط. إذا بنت الحنيش وهنا مسفر بن زمان الهجري على أول المراكز ثاني المراكز، وصلت حيلة. إذا حيلة وعبد الله بن ناصر بن رملان المري في ثاني المراكز، ثالث المراكز وصلت سلهودة وسعيد بن منصور بالعرج على ثالث المراكز، رابع المراكز تصل في هذه اللحظات. هنا من القادمة في هذه اللحظات في رابع المراكز، وصلت هنالك الزيل وعبد الله بن عبيد الهاشمي في رابع المراكز. ولكن نعود مع الصدارة، مع المقدمة، مع من تنفرد الانفراد الكلي، بنت الحنيش اذا على المقدمة بشعار مسفر بن زمان الهجري. سلام يا هذا الشعار، شعار درعا هنا يتواجد على ظهر بنت الحنيش. اذا بنت الحنيش هي المنطلقة، هي المندفعة. هذا السبوق اللي لجى المسرح تطربني، تقوم راس وتنتهي بن زمان. سلام أهل الجوف، مشكور يا أخوي مسفر، يا بن زمان، يا الهاجري. إذا مسفر سافر على مقدمة هذا الشوط، تهانينا وألف مبروك لمالك بنت الحنيش مسفر بن زمان الهاجري. ثاني مراكز كان الوصول من قبل حيلة وعبد الله بن ناصر بن رملان المري. إذا تهانينا وألف مبروك لمالك بنت الحنيش مسفر بن زمان الهاجري، تهانينا والف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا متابعينا الاعزاء، ما هي اللحظات وينطلق هذا الشوط، الشوط لا يقل أهمية عن الأشواط السابقة.